السلام عليكم سي حسين كلين ديالنا، نتمنى الله تكونوا بخير بافضل حال كيف العاده. اليوم واحد الفيديو خاصه عشاق القفطان، عشاق الهمه، عشاق البلدي والصناعه التقليديه. لا ضرب فيك الدور تحيتي شويه و الله يجعل البركه. هيك هي محبين شاكرين والله يسهل على الجميع. هادشي اللي لا نعاوده كي تنقولوا باللغه العربيه. تفضل معايا حبيبي، هذا واحد شويه بغادو صوا شي حاجه غزاله بالمتراج لوفا 3 متر على متر ونص، ساتينيك على لي دو فاس ديالو، يجي قفطان يجي كيمونو يجي جلابه، وغادير مولاتو دو بيس وديرو تكشيطه كيجيها شي حاجه غزاله. طرز نبات جلابه قفطان اللي حبات خاطر. شوف معايا لاطوبي ديالو كيفاش دايره غزاله غزاله اوريجينال. شوف معايا لاطيك السعودي كيفاش دايره، كتبان لك لابغيونس ديالو في الصور عندك شي حاجه اوريجينال. المتراج راه 3 متر على متر ونص، واللي بغات الميتراج كثر بغات ماتشي ماتشي مع بنتها راه كاين فيه الميتراج. الثمن غيكون ثمن صافي مع حسين كما العاد، حنا ولفنا مع الصدمات في الثمن وتحطيم الاسعار. العنوان ديال التوب غيكون تحطيم الاسعار في القفطان نيميرو 1 اللي هو دغا دو سو. عرفتي الثمن السي حسين؟ بشرك بيت انت معنا. مرحبا. 250 الله يجعل البارك، ماشي 400 ولا 350 ولا 300 ان شاء الله تيجي. عرفتي علاش؟ حيت بزاف الناس بغاو، علاش غنديروا ليه 400 ونخليو الناس كتقلب؟ نقص الثمن وكلشي اللي بغات منه تلبس وتبرع مع راسها. عندنا كليان اوفياء تيبغيو الاناقه وتيبغيو الهمه وتيبغيو شي حاجه كاليتي، كتبغي الطراز كتبغي تنبت كتبغي تخدم شي حاجه لي اوريجينال. دابا غادي نبرعوك في اللوينات حبيبي، تبرع ليا مع راساتي اللي عجبها شي لوين تسكريه، اللي ما بانوش ليها اللوان تواصل معنا في الخاص ونسيفطو لها لاكام، وديك الساعه تخير مع راساتها. هذا واحد لو سومون ليجيرمون كلير، الميتراج كنعاود نذكر به 3 متر على متر ونص، قفطان كيمونو تونو جليلبه قندوره فراشه اللي حبات خاطرك ترزيك وتبرعي مع راساتك. شوف ليا واحد الزيتي فيك بوتي شي حاجه اوريجينال اوريجينال غزال 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 غزال، وفي واحد لابغيونس غزاله ويبانو لكم اللوانات غزالين. علاش؟ راه حيت تشوف زوينه انت، راه ساتيني على لي دو فاز، راه كاين دغا لي كاليتي موين كام كيكون ساتينيك من جهه وحده والجهه الاخرى تيكون كخيب. هذا ساتينيك على دو فاس 250 درهم بالنسبه لنا حنا راه فابور، الا ما بغاش تلبس وتبرع. شوف هي لا كولور طوب كولور اوريجينال، وصراحه دخلوا فيه اللوانات واعرين حيت هو التوب زوين وكيعطي اللوانات لا فالور ديالها. شوف هي لا كولور كيفاش جات. الناس اللي كتسول على اللون ديالنا الحي الحسني شارع افغانستان البدايه ديالو الرقم 50 قرب محل الطلور. هذا واحد البلون كاسيك ماشي بلون، بلون سكري كيبان لك، راه كاين بلون بلون نيج بيض حليب بيض بحال الورقه، وكاين بلون كاسيك كاين بون بيج مصفر كي تنقول. شوف لي هاد الغوز بال ليجيرمون كليغ حتى هو غزال ومزيون وحليلو. هانا ود الحاج شوف لي يا حبيبات الزينه، شوف شي حاجه غزاله والكليان ديالنا يستاهلوا كل خير. وهاد التوب راه مضمونه مالا تقداي وطرزي ولبتي على خاطر خاطرك وانتيا مامنه. الشق الاخضر الملكي ها هو راجع بزاف د الالوان كانوا كيتواصلوا عليهم وتقاداو، راه ماشي ما عندناش غير تسالاو حيت كاين الاقبال عليه. هما شوف فيه الوانات جداد ولي كولور سبيسيال، مازال غنبرعك في اللوينات يا حسن. غادي راه غير خلا داك جزء من اللوينات اون باغتي حيت ما نقدرش ندوز اللوان كاملين، وديك الساعه اللي بغات في الخاص راه نزيدو نبرعوها في لي ديغيبي د اللوان. هما راه هي ديال اللوان ديالو، غير كاين شي لوان فيهم ديغراديات باش ما ياخذوش لنا فورم اكثر، خليناهم في الخاص اللي عجبها شي لون تواصل معاك. هذا الغوج بغيك، هذا واحد لو غوز حتى هو صوم غزال. شوف شي حاجه غزاله 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 كي قلت لك اللي بغات الميتراج كثر بغات الميتراج بحال بغات ليها ولبنتها بغات فيه 6 متر مشروكه اللي كيطلبوا لهم شي ميتراج في شي فصالات راه كاين. شوف اللون اللي بغيتي وتواصلي معنا. ها الفيغ رويال عاوتاني، راه الفيغ فيه شي جوج ولا ثلاثه. راه سمح لي كنزرب عليك شويه راه باش نبرعك في اللوينات. شوف لي واحد بلون كاسي او لاباج ليجيرمون كليغ مصفر شويش كيبان لك، هذا هو الحمصي ولا الحمامي ياك اللون الحمص، هذا راه اللون الحمص. انا شوف لي هاد لو غوز انديان، هذا راه فيه ثلاثه ديال لي ديغيدي يعني ما تزربيش خليتي تشوفي الجوج الاخرين وديك الساعه تخير على حسب لوتان ديالك. سمره بيضاء ضروري غيواتيك شي واحد فيهم، مع اللي هذا رشيتي باللون بالبلو جين بالبلو غوا بالفيغ انيس بالجون بالكوغاي بالتشوكوا كتعطيه واحد لي كلاغ غزال 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 غزال. شوف لي هاد الفيغ او ليجيرمون كليغ اللون اللي هو راقي وجميل، هذا فيغ او ولا قصيبي. شوف لي هاد الجون موطار صراحه راه التوب اللي غزال، لابغيونس اللي فيه اللي كتعطي اللوان لي نيونس ديالو. عشاق الهمه والشم. انا عاوتاني واحد الموف، هذا راه بحال لا غوز مي راه كيبان ليا موف لي ديغيفي د الموف. وشوف انت اش بان لك الحوسي
انا بان لي موف راه ماشي غرز ياك كيبان موف فوالا شوف لي هذا واحد الفيغ فيغ غازون اولا فيغ بوم ولا فيغ اوليف شوف لي هاد لاكولور تاهي شحال غزال كاين هاد الاورانج داز البريك هذا الاورانج انا وضحش تبرع عليا مع راساتك شي حاجه غزاله اوريجينال وديزل كلي شوف لي عاوتاني هذا راه شويه محمر على هذاك اللي داز شي حاجه غزاله 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 شوف لي هذا واحد بلومور حتى هو اللون اللي اوريجينال غزال وانيق وجميل شوف لي هذا البلومور هذا شحال زوين كاين واحد بلوغو حتى هو مفتوح عليه وليمينو عليه شوف لي هذا واحد البوغدو حتى هو اوريجينال اوريجينال شوف لي هذا الحال شوف 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 عيب شويه عليك سقي لي عويناتك شوف لي واحد لاباس امغوط شوف لي هذا الكولور تاعي شحال غزال انيق وجميل هذا واحد القصيبة تاهو محبوب الجماهير لي تخي طوندونس كيطلع موديلات غزالين هاد العام هذا بدعوا فيه بالدوغي بالسلام بالبرونز كيعطي واحد اللوين واحد دي موديل صراحة شي حاجة روعة فيغ انيس محبوب الجماهير هذا كيتخدم بلو غادي ولا الموليك ولا الموف انوي تا هو كيجي غزال هذا شويش محمر على هذا كيتنقولو غوز كروفيت ولا فيو غوز لوين اللي غزال تا هو يتماشى مع البيب داس مع السميمرات شوف لي هاد لو غوج غوج فيف الشق الاول الجرأة مرحبا شوف لي هذا داز هذا يتعاود شوف لي هاد لاكولور كولور اللي غابرة كنعتذروا على الصداع المحر على الشارع شوف لي هاد كيبان لك لاكولور في الريال راه شي حاجة غزالة انا كيعجبوني هاد لي كولور اللي كيكونوا نادرين كتلبس واحد اللون اللي هو اكسكلوزيف كتحس براسك ديفيرون على اللون اللي كيكونوا دارجين في اللبس او لا في السوق ولا كي تنقول فيغ بيستاش لومينو بيج شويه محمر على هذاك اللي داز هذاك كنفتح شويه هذا شويه محمر هذا علاش كنقولوا على حسب لو تان السيده كانت بيضة راه كتمشي اللي مغلوق كانت مسمره كتمشي اللي مفتح باش يعطيها بلوس ديكلا السيده ديال مسكوره كانت كتسنى هاد لاكولور خدات منها وبغات تزيد هي راه جات راه متوفره عندنا في المحل الا شفتي هاد الفيديو ديرو لقيتها ودوزي مرحبا بك تحية للكليان ديالنا أجمعين لا سواء الجالية المغربية داخل المغرب خارج المغرب بجميع أنحاء العالم مرحبا بالجميع شكرا على الثقة ديالكم شكرا على الميساج اللي كتصيفطوا شكرا على أي حاجة ألف شكر ماشي غير شكر ألف كي تنقولوا في اللغة ياك بحال هكا هز وشكرا حنا راه بلا بكم راه ما كاين والو هادشي كامل راه الفضل ليكم بيان سور الأسرة غادي كتكبر الحمد لله السمعة ديالنا راه مشكورة من عند الناس اللي ديجا جربونا وتعاملوا معنا عارفين لا كاليتي لا في السيرفيس لا في السلعه لا في الاثمنه شي حاجه غزاله العنوان نعاودو نذكرو به مره اخرى الحي الحسني شارع افغانستان البدايه ديالو الرقم 50 فرض محل الوقت ديري في المابس اتواب جيجي غتجيبك حتى للمحل بغيتي اللوكاليزاسيون خدي الميرا من صندوق الوصف ولا في اول كومونتير في لاباج انستغرام ولا في لاشين يوتيوب ولا باج فيسبوك وتواصلي قول لهم لوكاليزاسيون غيصيفطوها لك في المابس ومرحبا بك ليفريزون راه كاينه في كازا خارج كازا مع الامانه تا توصلك السلعه ديالك عاد خلصيها ماشي تتحليها تا توصلك وخلصيها وشوفها وبصحتك وراحتك شوف لي هاد البلوغ هو تا هو شحال غزال ها الغزال ديالك القبيله ما تزربيش ها هو غزال وراقي وجميل هذاك اللي داز شويه فلاشي هذا مفتوح عليه وكاين عاوتاني هذا اللي كنقولوا له لو غادي لا شي هو هذا هذاك انوي هذاك انوي الله يرضي عليك احبيبي انوي انا حبيبي هذا غوز انوي او تزادو سماوه انوي وكاين هاد لاكولوغ هادي هي الاخرى سي حوتي هذا الصومر ليجيرمون كليغ وكي قلت لك اللي بغات اللوينات في الخاصره نصيفطوهم ليها الثمن ذكرو ب 250 درهم لا نعاودها اللي خدات شي حاجه في الصحه واللي ما خداتش في المحسن جمجمو لينا وبارطاجيو شي كومونتير زوين باش ديري اطلاله عندنا وانا نستودعكم الله